شو لسه ما خلصت؟ يلا رايح خلص. ايه كلش وقفت ارض بدها نص ساعه يعني؟ يلا ضل شوي. يلا خلص ونستفيد جليات لا تنساهم. الله يسامحك يا عمي. شو قلت؟ ما في شيء ما في شيء، جاي جاي خلصت. شو تشتور لسه ما خلصت؟ لا من عم بتقولي تشتور؟ ايه عم بحكي معك انت. لا بس كل فكرة على الآن مع حدا على التليفون. لا تخاف ما عم بحكي التليفون. يلا خلص اللي بإيدك وخبرني انه عندك شغل كتير. والله مالي غير ابو الليث يساعد. لك هذا تشتو، لك تشتو الجبح بالليل تشتو، لك قوم بالعب جابوا لعندي هذا الليل، لك تشتو قوم قوم دوت جوا تعال. تشتو يا شي راسه ما في شي قلت الجحش. تشتو تشتو لك تشتو ايش بقى؟ وين؟ هو بليس جلس جلس يا زلمه عود ايش بقى؟ يا زلمه احنا بنفوت نص الليل علي مساوي كمين انا؟ يا زلمه على الان مع الحاره كلها عندك بدي منك شغله يا زلمه. لو حدا وقتك وقت الشغله جلس ليك اجرك على نقعد. ايش بدك تشتو؟ جايك بخدمه يا زلمه جايك لك الساعه قدام بالليل خدمه ايش؟ لك يا ابله الشغله ضروريه. ومالي غيرك بتعرف انت جيت لعندك. لك في كمين في كمين مساوينا بسرعه قال لي ايش بدك؟ خيو بنت عمي. خير حدا حكي معكم صابة شي؟ لا لكن؟ عالرايح الفوتة والطلعة بتقلي تشتو. ليش انت شوف ما انت تشتو؟ لا هيك يا بليس انا رفيقك واخوك ومالي غيرك اول مرة بجي بطلب منك. لا يا باطل يا تشتو قلي انا شو بدي اخذ معك تشتو. بكرة بتجي لعند بكرة بنجي لعندك. ايه وعلى اساس انه في مباراة بين ريال مدريد وبرشلونة. مضبوط. ايه وانا بقول لك ريال بده يربح انت بتقلي برشلونه، انا بقول لك ريال بده يربح انت بتقلي برشلونه. ايه وقدامها بعمل لك هيك. بدك تضربني كف ولك تشتو؟ بليس طلع منك. بدك تضربني كف قدامها المخلوقة؟ لك يا بليس هيك هيك هيك. لا خيو لا. بخدمك اوقد من هسي لا. خيو بدك تصير زلمي على راسي؟ بدك تصير زلمي على راسي؟ بليس مالي غيرك يا زلمي أول مرة لك مالي غيرك ولا بطيخة؟ اضربني كف قدام المخلوقة يا باطل. لك خيو معي 1000 ليرة وما هي لازمتني يا بليس. ألف؟ ايه والله يا تشتو انا بحبك وين ألف؟ والله انت يا اخوي يا بليس مالي غيرك يا زلمه هيك ها؟ ماشي ايه بقى رح تجو؟ بكره يلا روح روح من هون روح من هون تشتو يلا روح روح في كمين روح عايف الباب مفتوح؟ لا خلص روح عيفه مفتوح في كمين يلا روح روح قوم تشتو بده يصير زلمه دنيا لك بصلاة محمد ابو عزاب طلع من السجن يا زلمة الا اليوم لابو عزاب خلينا نلتقي فيه ونحرق الحارة اليوم كلها يا زلمة خيو اعطيني بس شوي شكله عم يدق الباب لاشوف مين جاي يلا سلام عليك مين نورتوا يا جماعة والله نور البيت بوجودكم بوجودك ابو ليس لك حبيب قلبي لك اهلي الاحلى الغضب والله حبيبي ابو ليس ومنين سويت لي الغضب؟ انت خرسي بالبيت حسابنا يا جماعة طولوا بالكم شو بكون مو هلا بدنا بقى الحديث معلم ايش رايك بالمباراة اللي راح تلعب اليوم؟ مين ريال مدريد وبرشلونة؟ ايه مبين مين بيربح يا ولد مين بيربح؟ ريال مدريد مين قال لك ريال مدريد؟ لا على طول ربحاني لك يا زلمة برشلونة طول عمرها آخر الدوري منين ريال مدريد سويت لي هذا الدوري؟ طب ليش قال لك ريال مدريد بده يربح؟ برشلونة طب ليش ريال مدريد بده يربح؟ الله لا يوفقك على هالعملة ايش هي طلعني من بيتك ابو ليس؟ طلعني من بيتك؟ لك شو عم تعمل؟ انت خرسي بشماط وبشكف كمان حاضر ايش عم تسوي ابو ليس؟ امسك الالف تبعيتك امسكهم لا والله مسامحك فيهم اخي امسكهم والله العظيم مسامحك اخي امسكهم فهي طلعت من نص قلبي يا اخي انا مالي مسامحك ادشتو 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 جاي تعمل لي حالك زلمه ادشتو ادشتو برشلونه يا كلب قوم قوم من بيتي بقى
انت لما بيتي يا تشتوك وانتي